واحد بيقول اريد ان اعرف ما هو راي قداستكم في استخدام التكنولوجيا الحديثه والانترنت في الكنيسه، وما هو راي قداستكم في دخول الانترنت في الكنيسه واستخدام الشباب له واستخدام الالات الموسيقيه مثل الجيتار والالات الشرقيه، هل هذا يليق بالكنيسة؟ إن كانت الترانيم معاها موسيقى لكن مش جزء من الطقس، يعني في اجتماع عادي ممكن، ما هنا في الاجتماعات يبقى في موسيقى مصاحبة للترانيم، لكن الخطأ أن تستخدم هذه الآلات أثناء القداس الإلهي أو الخدمات الطقسية زي العشية أو بكر، لأن الألحان القبطية تهتم بالصوت الآدمي البشري وليس بطغيان الموسيقى عليه، وفي ناس بالموسيقى بتبقى عالية خالص لدرجة إنها بتغطي على الصوت، وإحنا تعودنا إن يكون عندنا في الموسيقى يا دوبك الدف والترينتو، ودول مفروض فيهم انهم مجرد يضبطوا النغمة لكن لو التريانتو او الدف زاد صوته وغطى النغمة يبقى غلط برضه.